حاجه تقرف. خير يا رؤوف؟ في ايه؟ تصوري محمد عبد الحليم ده كان اخر دفعتي، ده كان بياخد ملخصاتي عشان يذاكر منها وينجح. هما كاتبين عنه ايه؟ البيه بقى رجل اعمال، بقى رئيس مجلس اداره مجموعه شركات. بجد؟ طب ما تروح له يا رؤوف، يمكن يشغلك بمرتب كويس. انت كمان عايزاني اذل نفسي ليه؟ ايه الذل في كده بس؟ انت مش بتقول انه صاحبك وليك افضل عليه من ايام الدراسه؟ دي ناس نكره للجميل، يعني لو رحت له اكيد هيتنطط عليا. يا شيخ جرب بس، انت هتخسر ايه؟ كفايه خساره لحد كده، انا ضيعت عمري كله في التدريس وكنت فاكر ان هو ده الصح، لكن طلع غلط. كل الرائع من حواليا بقى ليهم قيمه وانا زي ما انا. الفرصه قدامك يا رؤوف، انت لسه في عز شبابك. ازاي بقى وانت مش عايزه تساعديني؟ انا لو في ايدي اي حاجه انا مش هتاخر واعملها لك. طب ما تديني فلوس من نصيبك. قلت لك ده مش نصيب يا رؤوف، وعمري ما حمد ايدي عليه. يوه دي بقت حاجه تقرف. واضح انك تقلت وما بقتش عارف تشوف شغلك. ليه بس؟ في فجوه سعريه بين منطقه ال 30 وال 36. الفجوه السعريه دي منطقه دعم، يعني لو السهم نزل تاني هيطلع بسرعه. ده كلام فارغ، انت لازم تبيع بسرعه. ما ينفعش يا سعد. راعي انك بتشتغل عندي وان بديك مرتب ما كنتش تحلم بيه. ايوه حماتي، وده عايزه ايه؟ طب خليها تدخل، نفذ اللي بقولك عليه من غير اي نقاش. اتفضل. امرك يا سعد بيه. ايش 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 ايه القبحه دي كلها؟ بسم الله ما شاء الله. اهلا وسهلا يا حماتي. اهلا خطوه. أهلاً عزيز. اتفضلي اتفضلي. القبحه دي لزوم الشغل، عشان الشغل يطلع مية مية وعلى ميه بيضة. ربنا يا ابني يجعل ايامك كلها بيضة وزي الفل ان شاء الله. ان شاء الله. ما قلتليش بقى ايه سبب الزياره الجميله دي؟ وحشتني، قلت اجي ازورك بس كده. يعني هو في حاجة كده صغيرة، موضوع صغير. أيوة خشي بقى في الموضوع على طول. بصراحة كده يا سعد، أصلي زهقانة زهقانة من الدنيا دي كلها. لا حول ولا قوة إلا بالله، ده واضح إن الزهق ده مرض وراثي عندكم في العيلة بقى. رشرشتي حبيبتي كانت مالية عليا حياتي، كانت محسساني إن فيه سبب أعيش علشانه. ده إيه الفال الوحش ده؟ أنت محسساني إنها ماتت. بعد الشر يا أخويا، تف من بقك. ماتت إيه؟ لا أنا قصدي يعني وهي صغيرة كانت مالية عليا البيت، لكن لما كبرت حسيت إن أنا قاعدة لوحدي. ما البركة بقى في عم شاهين، حسوا معاكي في الدنيا. من ده السبب يا أخويا، هيهج من البيت بسبب المشروع اللي أنت هتعمله له، وهرجع أقعد لوحدي في البيت زي القردة. وقالك؟ هي دي حاجة تستخبى. بصراحة يعني جالي وكان متأزم قوي فقلت اساعده. ما انا كمان يا سعد متأزمة قوي ومحتاجة انك انت تساعدني قوي. انا ممكن افكلك زنقتك دي، بس انت كمان تساعديني وتفكيلي زنقتي. وهو اللي زيك ممكن يكون عنده زنق محتاج لواحدة مفلسة زي عشان تفكها له؟ اصل انا زنقتي مش فلوس يا طنط، في حاجات تانية ممكن تنغص عيشة البني آدم غير قلة الفلوس. خير يا سعد وغوشتني. عايزك تقنعي رشا انها تصرف نظر عن موضوع الطيارة ده. هي طلبت منك تشتري لها طيارة؟ لا انت طيارة ايه اللي هشتريها لها يا طنط؟ طلبت مني ان انا اجر لها طيارة هليكوبتر عشان نتزف فيها وننزل بيها على المعازيم. الله والله فكرة حلوة وجديدة. ايه اللي جديد؟ لا لا بقولك ايه، انت هتعومي على عمها انت كمان. انا عايزك تعقليها كده وتخليها تفكر مظبوط بدل ما هي زعلانه مني ومخصماني. خلاص يا سعد، اوعدك ان خليها تصرف نظر خالص عن موضوع الطياره ده. الله يكرمك يا طنط، اصل انا بصراحه موضوع الفرح ده عامل لي بلو في دماغي وجاي لي في وقت متدربك معايا وباسس فيه الشغل الجديد ومحتاج اكون رايق شويه. عيب يا سعد، انا وعدتك ووعد الحر دين عليه، المهم انت كمان توفي لي بوعدك. وانا وعدتك بحاجه؟ انت مش لسه وعدتني من شويه انك انت تفك لي زنقتي؟ وايه زنقتك بقى؟ الوحدة. عايزاني اشوف لك عريس غير عم شاهين ولا ايه؟ بعد الشر يا اخويا، هو في زي عم شاهين؟ ربنا يخليه ليا. لا انا عايزاك تعمل لي كوافير عشان اسلي فيه وقتي واونس فيه وحدتي. اقنعيها بس انت باللي انا قلتهولك وانا هعمل لك اللي انت عايزاه.